السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. الإعلام الكاميروني طلع ما ساهلش، وصف جمال بن الماضي بالإرهابي وإنفانتينو بالرجل العنصري، وبأنهم بغين يدمروا إفريقيا، خصوصا بالخرجة اللي دار جمال بن الماضي مؤخرا واللي غرد فيها خارج السرب وخرج بزاف على النطاق الرياضي ودخل في نطاق التحريض. وكيف ما قال له واحد الصحفي جزائري، رجعتي كتكلم وكأنك كبران من الكبرانات فرنسا اللي حاكمين البلاد. هنا غادي نشوفوه سخط من الإعلام الجزائري، ما عجبوش الحال اللي وصف الإعلام الكاميروني جمال بن الماضي بالإرهابي. فنخليكم مع شنو قال الإعلام الجزائري. نتمنى تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. الناخب الوطني جمال بن الماضي الذي يتعرض هاته الايام لهجمه منظمه وغير بريئه من اطراف معروفه وغير مسؤوله تهاجم الناخب الوطني الجزائري ومن ورائه تهاجم المنتخب طبعا وتهاجم الجزائر طبعا، أمور غير أخلاقية وأمور غير لائقة من صحفي كاميروني استعمل كلمة إرهابي لوصف الناخب الوطني جمال بن الماضي، وقال بأن الفيفا تستعمل الإرهابي جمال بن الماضي والجزائر من أجل تحطيم إفريقيا وتحطيم منتخبات إفريقيا وتحطيم كؤوس إفريقيا. طبعا والله يعني اللسان يعجز عن التعبير عن مثل هذه الترهات ومثل هذه التخاريف ومثل هذه الآراء الغير مقبولة. يعني تكتب عن ناخب وطني بأنه إرهابي وتقول هذا رأيي، هذا أمر غير مقبول ولا يدخل أبدا في دائرة حرية التعبير. صحفي نعم. شوف محمد، احنا ننتقد جمال بن الماضي، نعم ننتقد جمال بن الماضي المدرب، لكن ما ننتقدش الشخص. هنا راه منتقدوا الشخص، يعني وصفوه بإرهابي، حنا ما نسمحوا لهمش باش توصفوا الناخب ديالنا كإرهابي. الراجل شاف روحه بلي شاب اللي روحه مظلوم، ظلموه المنتخب الوطني، تكلم. ولكن باش يعني حاكم فرنسي يشتم بالماضي ولا هذا، ولا حتى عدة صحفيين ولا لاعبين قدماء يعني شتموا بالماضي، حنا ما نسمحوا لهمش باش يشتموا الناخب الوطني ديالنا. لأنه الناخب الوطني يبقى رمز ليس فقط للمنتخب الوطني وإنما رمز للجزائر. هذا مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، يجب أن ينال احترامه وقدره اللازم. منذ أعوام قليلة فقط كرم من طرف الكاف كأحسن مدرب في إفريقيا، واليوم يصفه هذا الصحفي يعني بكلمة إرهابي. يعني أمر والله العظيم يعجز اللسان عن التعبير. هذا لا يدخل أبدا ضمن دائرة حرية التعبير، ولكن يدخل ضمن مخططات ربما تعد لها بعض الأطراف من أجل مهاجمة الجزائر والمنتخب والناخب الوطني. محمد، الناخب الوطني من حقه يتكلم، يعني لولا الناخب الوطني اللي راهو يتكلم شكون اللي راح يتكلم في مكانه؟ هو اللي راهو يحس بالضغط، هو اللي راهو يحس بالضغط تاع اللاعبين مساكن اللي سوفراو يعني طيله ثلاث مواسم ونصف. هو اللي يحس يعني كي يكون الحكم، ليس المره الاولى، ليس قاسم اللي حقر الجزائر، هناك عده يعني حكام يعني ظلموا يعني الجزائر. لولا ما يتكلمش بالماضي شكون اللي راح يتكلم؟ هو الضحيه الاول، هو على باله كلش راح يدور عليه. لهذا يعني التكلم تاعو حنايا كما كهنا محللين يعني كلاعبين قدامى، انا راني معاه يعني جمال بن الماضي ظالم او مظلوم، لان يعني هذا الناخب الوطني تحسوا باللي يخدم من قلبه، تحسوا باللي الناخب الوطني اللي يحب الجزائر. حتى هناك يعني بعض اخطاء يقدر يرتكبها كما قال الاخ محمد، وين تقدر تنتقده وتقدر تتكلم عليه يعني من المجال التقني، لكن يعني كي نتكلموا على شخصه وعلى انه جزائري وحنا كجزائريين بالماضي يعني خط احمر ما تقدرش، يعني لانه اعطى البهجه وفرح الجزائريين، هذا شيء يعني ما تقدرش يعني تخفيه وما يقدر حتى احد يخفيه. الحاجه اللي قلقتني يعني على غير الكاميرونيين، هناك بعض القنوات يعني الاجنبيه تتكلم على بالماضي، يعني على ميلفاي ولا على قهوه، هو بالماضي يقول ميلفاي ولا يقول قهوه ولا يقول واش يتكلم واش يحب، هو حر. ما تقدرش تقول له ما تتكلمش هذاك الكلام، هو على باله وعلاش تكلم، هو ما قالكش اقتلوا قاسامه، ما قلتلوش، لان احنا كي كنا في افريقيا ونروحوا لافريقيا، انا نفهمه بالماضي، رحت لافريقيا لعبت مع فريق اتحاد العاصمه ومع فريق
وفاق سطيف، ولعبت في المنتخب الوطني من 1998 حتى 2011 وانا نروح لإفريقيا. كي تروح لإفريقيا يهبلوك في الايروبور، من داك من مره لحقنا لتما قعدنا واحد السوايح وانا نستناو باش يكاشيو لنا. عندهم ممارسات بالماضي ما كاش يقول لهم يعني صح صح راهو يشرب في قهوه، يشرب على روحه قهوه، ياكل ميلفه، يدير واش يحب. لكن الشيء اللي ما يحبوش بالماضي هو المعامله تاع المنتخب الجزائري وتاع حتى الفرق، ويكون هو عاشها كي كانت في المنتخب الوطني في السنوات الالفينات، يعني ما يكونش عندك استقبال يعني حار. نعم امين. احنا الحكم باكاري قاسم عمل مجزره تحكيميه وما قلناش عليه ارهابي، قلنا بانه ذبحنا، قلنا بانه سلخنا، قلنا بانه اخطا في حقنا، قلنا بانه خذلنا حقنا، قلنا بانه حرم الشعب الجزائري من فرحه كبرى، ولكن ما وصفناش ابدا بالارهابي. ماذا قال بالماضي او ماذا فعل بالماضي حتى يصفه الكاميرونيين بانه ارهابي؟ شوف محمد، انا حسب رايي القضيه اخذت الكثير من الابعاد. حتى الناخب الوطني ما كان عليه أن يدخل في صراعات بعد تثبيت عودته أو بقائه في المنتخب الوطني الجزائري، كان عليه أن يركز أكثر على مشروعه الجديد مع المنتخب الوطني الجزائري، على المستقبل القريب، على التصفيات، تصفيات كأس أمم إفريقيا. لكن الحرقة مش حرقة، الحرقة الحرقة من تعمل ثلاث سنوات ويضيع لك في لمح البصر، وإحنا نعرف جميعا بأنه باكاري قاسمة تسبب في مجزرة تحكيمية، من حق الناخب الوطني أنه ينتقد تحكيم أمين. نعم. تعرف تشافي ماذا اقترح منذ أسابيع؟ قال لهم نريد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يلزم الحكام بالإدلاء بتصريحات بعد نهاية المباريات من أجل تفسير بعض القرارات التحكيمية لكي تحملهم المسؤولية. نعم، يعني مدرب ينتقد حكم، أين المشكلة هنا؟ محمد كي تقول مدرب ينتقد حكم أين المشكلة؟ اسمع، الجميع من حقه الانتقاد، احنا رانا نهضروا فقط على كلمة إرهابي. نعم. هذه ليس من حق هذا الصحفي أن يستعمل هذه الكلمة، هنا أخطأ كثيرا. نعم. الآن قلت لك أنا رأيي الشخصي، قلت لك هذه القضية أخذت الكثير من الأبعاد، كان على الناخب الوطني جمال بن ماضي أن يتجنب الدخول في هذه المتاهات، إذا كان هناك ملف لدى الفيفا مثل ما يقال، فأترك الفاف والسلطات العليا في البلاد تقوم بدورها، وأنت ركز على المباراتين المقبلتين في التصفيات. في جوان الرابع من شهر جوان ستكون أول مباراة للمنتخب الوطني الجزائري في التصفيات، ركز على الأسماء التي ستستدعيها، ركز على الدماء الجديدة التي ستضخها في المنتخب الوطني الجزائري، عوض هذه التصريحات التي تكون نقمة أكثر مما هي نعمة على الناخب الوطني الجزائري. ما هي الفائدة؟ ما الذي سيستفيد منه الناخب الوطني الجزائري حين يفتح أبواب الصراعات مع جهات متعددة، مع الصحفيين هنا في الجزائر، مع أشخاص في الفاف، مع التحكيم الإفريقي، مع الاتحادية الإفريقية لكرة القدم؟ صراعات ستكون نقمة على المنتخب الوطني الجزائري وعلى الناخب الوطني الجزائري، عليه أن يركز أكثر على عمله وأن يبدأ تحضير مشروعه الجديد مع النخبة الوطنية الجزائرية. ولكن لامين اسمح لي، أنا كما قلت في البداية أنا من حقي أنتقد الناخب الوطني في العمل ديالو، ولكن ما نسمحش الواحد أجنبي باش يوصفه أكيد بإرهابي. أكيد أكيد، لأن اليوم جمال بلماضي ماهوش إرهابي، هو مدرب منتخب الوطني، أكيد. تكلم عبر على الشعور ديالو، ولكن ما تدخلوش في هذه إرهابي. نولي برك شويه يعني للوراء، زاد توصفوا بالعربي، قال العربي العربي الإرهابي، ما توصفوش يعني كانوا العرب كلهم كل إرهابيين. نولي برك شويه للوراء، انا محمد كان سمعت انا يا رئيس الاتحاديه ونتكلم على ايطو، وقال ايطو اسمح لي قاسي سعيد، والله اسمح لي اسمح لك تفضل. فكرت الان امر اخر، عاود اعطي لي هذيك القصاصه المأخوذه من الموقع الالكتروني، قال لك الفيفا تستعمل الإرهابي بالماضي والجزائر من اجل تحطيم افريقيا، تحطيم كؤوس افريقيا، وكاتب اوبينيون يعني راي. كيفاش الفيفا تستعمل الجزائر من اجل تحطيم افريقيا وكؤوس افريقيا، وشفنا الاتحاديه الجزائريه اللي مشات مع الكاميرون، مشات مع الكاميرون ووقفت مع الكاميرون ووقفت ضد انفونتينو في وجه انفونتينو من اجل ان تلعب كاس افريقيا في وقتها. وجمال بالماضي كان تكلم قبل كاس افريقيا وقال من حق الافارقه انهم ينظموا كاس افريقيا ويلعبوا كاس افريقيا في وقتها، ولكن في وقتها كيف انه الجزائر تريد تحطيم، ولكن لو نولي شويه لورا بك محمد، لما تكلموا قالوا الجزائر حقيقه وايتو صديق الجزائر، نعطيك انا باللي ايتو ماشي صديق الجزائر. شكون اللي قال ايتو صديق الجزائر؟ رئيس الاتحاديه قال ايتو صديق الجزائر. انا قلت تصريح دبلوماسي هذا، لا مش دبلوماسي، ولكن انا كاين حقيقه لازم نقولها خاطرنا نعرفها. 2007 ايتو جاء يعني استدعي للجزائر، استقبلوا الرئيس المخلوع سي عبد اللي مات عبد العزيز بوتفليقه رحمه الله، جمع مع ديك لاسوسياسيون في فرو لكي يترأسها جزائري،
واستقبلوها كما يقول لك غروند بومب، وكيعاود خرج من الجزائر ما راحش بيديه فارغين، يعني تدا حوايج من هنايا. زين نولي من جلبه جلبه اليوم اللي راهو على رئيس على المنظمه تاع مكافحه الفساد مراد مزار، واللي جابوه في 2007 قال باني عندي دلائل وعندي ملفات عنده واني سازعزع العالم. ولكن ولي جاب سمير يطول للجزائر نولي لك برك انا 2011 قال لي 2011 نذكرك محمد كانت مبرمجة مقابلة الجزائر الكاميرون في الجزائر مقابلة ودية، شكون اللي لغاها؟ لغاها ايطو، لغاها ايطو. ونولي وانا تمنيت الاتحادية تاعنا الاتحادية يعني تستغل الكلام اللي قالوا اللاعب المصري ميدو، قال في 2004 ايطو اتصل بيا باش نرتبوا المقابلة على راس الجزائر، نخرجوا الجزائر من السباق، يعني ولا واحد تحرك. هنا المفروض اللجنه تاع الاخلاق تاع الفاف تحل يعني التحقيق ملف وتبعثوا للعداله، كيفاش تخلي هذا الانسان يدير واش يحب؟ هذا ما تقولوا لي هذا صديق الجزائر، انا بالنسبه لي ايطو ما هو صديق الجزائر. وزيد قالت نقول باللي اللاعبين القدماء تاع الكاميرون اللي راهم ينتقدوا في جمال بلماضي، كنت التهوا بالفريق تاعكم احسن لكم. محمد امين تكلم يعني كلام يعني جد منطقي من الناحيه التقنيه، لكن هنا الامر يعني يخص يعني الناخب الوطني، انه يعني هناك جهات اجنبيه اللي راهي تحاول تصطاد في المياه العاكره. نعرفوا باللي الناخب الوطني بالماضي عنده جمهور غفير وعنده محبي هنا في الجزائر يحبوه، ما نكذبوش على روحنا، وعندما تنتقد الناخب الوطني الكل يجي ضدك، لان الناخب الوطني معروف يعني بالصرامه تاعو، معروف في الاونه الاخيره انه كان يعني يتحاكم يعني كثيرا مع الصحفيين، كان يعني يتكلم كثير في المحللين في البلاطوات، كان يعني يتكلم كثير يعني في اشياء خارج يعني المستطيل الاخضر. امين تكلم يعني اشياء يعني جد منطقيه من هذا الباب، ان شاء الله احنا نتمناو الناخب الوطني يعني يركز نفسه يعني في بناء يعني فريق جديد، في بناء فريق تنافسي، في بناء فريق اللي يكون يعني، لان دوك افريقيا يعني بعد الحادثه اللي دارها يعني هناك عده اعداء راح يكونوا بزياده على المنتخب الوطني كما تكلم الاخ امين. امين لخص كل شيء يعني من ناحيه تقنيه ومن ناحيه رده فعل الاخرين، راح يكون رد فعل يعني جد سلبي بالنسبه للافريقيين حتى. نعم. يعني حتى رئيس الجمهوريه ليبيريا اخ محمد جورجوية دخل ويتكلم يعني قال يعني الجزائر يعني بالماضي انه يبني يعني في اعداء في افريقيا، احنا معروفه بالافريقيا يعني نحبوهم ويحبونا. انا رايي الشخصي انا رايي الشخصي على الناخب الوطني جمال بالماضي الان الاسراع في اغلاق جبهات الصراع الداخليه سواء مع الصحفيين او مع اعضاء من الاتحاد الجزائري لكره القدم او مع اي كان، اخ محمد يجب اخماد النيران هنا في الجزائر حتى نكون اقوياء ونكون موحدين ونستطيع مجابهه الاخطار التي تاتي من الخارج ويباشر مباشره. نعم. في العمل تاعو يعطيك الصحه، لان على شهر نلعبوا لوغندا وتنزانيا ما عندناش الوقت، لازم محمد لازم يغلق الصفحه هذه ويفكر في العام الاخر. صح محمد. نعم. لازم يغلق هذه الصفحه يعني الصفحه باسرع وقت. وكنت تتكلم محمد وتقول عندنا مباراه ضد تنزانيا لازم يسرع، احنا ماذا بينا ما نسرعوش، لان السرعه ما تجيب حتى فائده. احنا ماذا بينا هذا الناخب. نعم. الوطني يدير يعني طاقم فني كما يقولوا موسع، يزيد يكبر في الطاقم الفني تاعو. جمال بالماضي يعني كخبره وك كلاعب يعني سابق يعني عنده كل يعني المؤهلات باش يكون مدرب كبير، لكن لازم التعاون. نشوفوا باللي تكلمها من قبل قال لهم انا ما نقدرش ندير كلش وحدي محمد. نعم. لازم هو درك لازم هو يدير سيدي محمد يكبر الطاقم ديالو. نولي برك الانتقادات تاع الحكم الفرنسي، هو اللي كان داير كوارث كبيره في الدوري الفرنسي وشفناها، يعني احنا نشوفوا المقابلات تاع فرنسا هو يقول باللي مدرب ميديوكر. انت واش دخلك تهضر على المدرب تاعنا؟ هل انت كنت من احسن حكام في العالم؟ انت جيت كنت حاكم ميديوكر، هذا ما كان. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نتشوفوا في فيديو جديد وديما مغرب.